دلوقتي يا معلم سلومه، الاخ شكري بيشكو انك طلبت الشرطه لاهل بيته، الست سندس والاخت كوريا والاخت جمالات. الحقيقه مولانا دي اول مره كنت اشوف فيها الست جمالات. صعيدي جلبوه يابا، علمني الهيفه. غلبني تعالى في الهيفه واتسطر. اللي دخل جمالات دلوقتي في اللي احنا بنقوله؟ برضه ما يصحش يا معلم سلومه تطلب الشرطه لنسوه لا راجل معهم، وامامك سبل مفتوحه كثيره. كان ممكن ان تاتي لي او تذهب للاخ شكري او للاخ كفداجي خطبها. صلي على يشفع فيك يا مولانا. عليه افضل الصلاه والسلام. اسد بقى بيته اللي هيقع على دماغنا ده، ده حوار بقاله سنين، مش ابن امبارح والنهارده، لا ده احنا ياما اتحايلنا ياما رقنا نشف. ده انا قلت للاستا شكري بدل مره 10، وسيادتك دخلت في الموضوع ده مره واتنين ايام امها الله يرحمها، ولو ما حصلش الكلام ده قولوا عليا راجل هجاص كذاب. صدق يقال يا اخ شكري الكلام ده حصل فعلا. ماشي حصل، نقوم نبلغ الحكومه على بعضينا، اللي معهوش فلوس نحبسه. لا لا احنا برضو اهل وجيره. بأمانة الله بقى أنا زهقت من حكاية معهوش فلوس دي. يا عالم اللي بيدعي الفقر ربنا بيفقره أكتر. مش أصول كلام ده يا معلم سلومة، أنا المرة دي تابعت الأصول اللي أنت ما تبعتهاش، وجبت الشيخ المنطقة كلها عشان يشهد ما بيننا، وأنا عارف ومتأكد لا هتكبره ولا تكبرني، عشان كده أنا مش هراعي أصول الجيرة ولا العيش والملح. واللي بيعمل ما بيقولش سلام من غير سلام عليكم.